حق ما تلحق راح السكراب شوف السيارات هذه كلها سيارات اذا المطافي ما يتم بكر انا اتوقع حن شوف الهواء صاير شكوس عرفت فراح تلحي في السيارات اللي جنبها النار راح توصل اذا ما يتم المطافي بسرعه والحريجه يعني عامره ما راح تطفي ايش قاعد يسوون هذول ها يشغلون سيارات يوخرونها عرفت فما اذن طفايه تطفي الحريجه الله يعينهم راح تمشي على السيارات الثانيه اللي جنبها راح توصل في شيء قاعد يحترق شبت ولعت السياره اللي جنبها الله يعينهم شوف النار قاعد تمشي راح تاخذ مسافه كبيره والدخان شوف شلون يعني الحين احنا بالسالمي اجرب مطافي لنا ما اظن بالسالمي ما ادري بالحدود فيه ولا لا بس اجرب مطافي لنا الجهرة مو اقل من نص ساعه او ساعه الا ربع لم اوه مطافي بعد ثقيله يمكن ساعه يبيلها يلا توصل يعين الله يعين الله.